We are Mayas. من أول performance لإلك لفرقة مياس أبهرت كل مين حضر، كيف صار عندك هالخلفية وبمين تأثرت؟ ليك أنا وعيت على الدنيا عم بحضر، يعني أول شخص بتذكر أثر فيي وهيك شفت إيماج حلوة للفن كانت شريهان. شريهان كل إحنا فرقة مياس، وأنا نديم شرفان الفاوندر تبع الجروب والمدرب تبع الجروب من لبنان. كنت صغير وبعده لهلا هيدا الشيء، يعني انا بس احضره بتاخذ فيه كثير، انه فيه كثير الكالتشر غنيه وفيه غنى بالكوريغرافي، وهي شريهان كنجمه انا بعتبرها مش بس عالميه، نجمه يعني ما بيجي غيرها، ما في بالايرا تبعنا مثل شريهان. It won't happen again. بالمسرح وناطر تا ما نطلع دورنا نطلع على المسرح. I'm scrolling down the phone شوف شريهان official mentioned you in the comments. عن جد وقف قلبي، بطلت عم بقدر، صار يكر دموعي بالكوليس. هالمرة العظيمة الجبيرة بدي قلها انه بعدني لهلا ما عم صدق، بس بدي قلها انه انا بحبي كتير والعالم العربي بحبي كتير. انا كل شيء عالق بذكرتي انه انا وصغير اني من فوازير شريهان، فبدي قلها انه بحبها كتير والله يخليها بصحتها.